يقول السائل: رجل في مكة وزوجته في الرياض، وأرادت العمرة مع ابن لها عمره 12 سنة، لكن بدون إذن زوجها، فما حكم عمرتها؟ ما شاء الله، هذه عمرتها مرقعة، ما يجوز هذا. هذا فيه محذوران. المحذور الأول إنها ما استأذنت من زوجها، لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، إلا عمرة الإسلام، عمرة الإسلام أو حجة الإسلام، ما يشترط إذن الزوج. إذا أبى فإنها لا تطيع، تؤدي العمرة وتؤدي الحج، لأنه فرض، كما لا يمنعها من الصلاة كذلك لا يمنعها من فرض الحج وفرض العمرة. أما إذا كانت العمرة نافلة أو الحج نافلة فلا بد من إذن الزوج، فإذا لم يأذن فليس لها أن تحج ولا أن تعتمر، كما أنها لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا كما في الحديث. هذه ناحية، أنها خرجت بغير إذن زوجها. ناحية الثانية أنها خرجت بدون محرم، لأن الذي لم يبلغ لا يعد محرما، اشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، بالغا عاقلا، فالذي دون البلوغ لا يصلح محرما، الذي ليس عنده عقل لا يصلح أن يكون محرما. نعم.